فاز الحزب الديمقراطي بمقعد إضافي بمجلس الشيوخ الأمريكي بعدما تمكن السناتور رافائيل وارنوك من الاحتفاظ بمقعده عن ولاية جورجيا، وهذا وفقا لتقديرات وسائل الإعلام. وكان السناتور وارنوك المنتهية ولايته قد فاز على المرشح الجمهوري هيرشل ووكر المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب، ويعزز هذا الانتصار الأغلبية الضئيلة للغاية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ.